ومن الفوائد المدرجة هنا التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند والسنن من حديث ابن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن التحلق يوم الجمعة، سواء قال العدد أم كثر، خلافا للطحاوي الذي تجاوز في القلة. إذن التحلق منهي عنه قبل الصلاة. لما؟ لأن الناس مأمورون بخطب عظيم وهو التبكير إلى صلاة الجمعة والذهاب إلى الصفوف الأول والتراص فيها والاستماع للخطبة والتفرغ لذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلونه، وإنما إذا أتوا صلوا رضي الله عنهم. والنهي عن التحلق يوم الجمعة يدل على أنه يجوز بعد صلاة الجمعة، وكذلك يجوز في الأيام الأخرى.